فبالتالي دي لو اتوصلت مباشر هتشغل معاك لمبه التمويره بمجرد انك انت تمسك الدبرياج، تمسك الدبرياج تلاقي لمبه التمويره اشتغلت. فتيجي هنا الفايده بتاعت فرده السيليكون دي، بتمنع العمليه دي. في بعض الناس بنلاقيها او في بعض الموتوسيكلات بنلاقيه موصل الطرف الارضي ده مباشر من البطاريه او من جسم المكنه، ولغى الطرف اللي جاي من الضفيره كده، هو لغى السويتشات اللي قدام ولغى الطرف ده خالص ووصل مباشر. المكنه واخده غيارها تدور، ما واخدهاش غيارها تدور، مسكت الدبرياج هتدور، ما مسكتهوش هتدور، لان هو لغى السويتشات بتاعت الحمايه دي من قدام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات دوره تعلم كهربه الموتوسيكلات. في فيديو النهارده ان شاء الله هنشرح دايره تشغيل المارش والاسلاك المسؤوله عن تشغيل المارش والوانها وازاي بتتوصل في الضفيره. بس قبل ما نبدا يا ريت تنزل تشترك في القناه وتفعل الجرس على الكل ولايك للفيديو عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده. المارش زيه زي اي قطعه تاني بيحتاج لارض وكهرباء عشان يشتغل، تمام؟ برضو المارش ما ينفعش يتوصل الارض والكهرباء بتاعه من خلال طرف صغير 1 ملي او 2 ملي، يعني ما ينفعش اجيب طرف من زرار المارش على طول وصله للمارش واشغل، لا، الطرف كده معايا هيسيح ومش هيشتغل المارش، لان المارش بيحتاج لفولت عالي من الكهرباء عشان يشتغل، على متوصل مباشر من البطارية. يعني الطرف الكهرباء اللي بيغذي المارش بيكون واصل مباشر من البطارية، ولكن عن طريق لاجة المارش اللي انت بتتحكم فيه من الزرار بتاع المارش قدام. طيب الارض بتاع المارش بيكون واخده من جسم الماتور. طيب بيكون جاي فين الارض اللي في جسم الماتور؟ جاي من فين؟ جاي من طرف الارض اللي متوصل من البطارية لجسم الماتور. زي ما احنا عارفين البطارية بيبقى فيها طرفين، طرف ارضي وطرف كهرباء. بناخد الطرف الارضي بكابل وبنربطه في جسم الماتور. الطرف الارضي ده الوظيفة والرئيسية بتاعته ان هو يوصل ارض معايا للمارش، تمام؟ والطرف الكهرباء بيكون جاي من البطارية، يعني طرف المارش الكهرباء بيكون جاي من البطارية، ولكن من خلال جهاز بيوصل طرف البطارية لطرف المارش اول ما انت بتدوس على الزرار. الجهاز ده اسمه لاجة المارش، تمام؟ لاجة المارش اللي بيكون راكب ورا جنب البطارية ده جهاز بيوصل كهرباء البطارية لكهرباء المارش، لان زي ما قلت لك المارش بيحتاج لكهرباء عالية عشان يشتغل، فلازم يكون متوصل بالبطارية مباشر، تمام؟ اللاجت ده بيكون عبارة عن مسمارين زي ما انت شايف كده. هو المسمارين دول بيكون مسمار منهم مربوط الطرف فيه او الكابل اللي رايح للمارش، والكابل التاني بيكون جاي من البطارية مباشر. يعني الكابل الاحمر ده بيكون طرف منه متوصل في البطارية مباشر، والطرف التاني متوصل هنا في لاجت المارش في المسمار ده. هو اللاجت ده من جوه متكون من ملف، عبارة عن ملف صغير وطبق فوق الملف. اول ما انت بتدوس على زرار المارش بيوصل له ارض وكهرباء، فالطبق ده بيلمس معايا الطرفين دول مع بعض، فبالتالي بيوصل كهرباء للمارش بكميه كبيره او بفولت عالي عشان خاطر المارش يبدا يشتغل. اللاج ده بيحتاج لطرف ارض وطرف كهرباء عشان يعمل العمليه اللي انا قلت لك عليها دي ووصل لي الطرفين دول مع بعض. بلاقي طالع منه فيشه عباره عن سلكين، سلك فيها بيكون اخضر بخط اصفر وسلك بيكون اصفر بخط احمر، تمام؟ يبقى اللاجت بيحتاج لارضي وكهرباء. السلك الاخضر بخط اصفر او السلك الارضي بخط احمر اللي هو الاخضر بخط احمر ده الارضي اللي داخل للاجت المارش، والسلك الاصفر بخط احمر ده الكهرباء اللي داخله للاجت المارش. طيب عايزين نعرف السلك الارضي والسلك الكهرباء اللي داخلين للاجت المارش دول جايين من فين معانا في الضفيره ومتوصلين ازاي. طيب نيجي هنا لقدام، بمجرد ان انت بتفتح الكونتاكت قلنا بيطلع من الكونتاكت طرف اسود ساده بيوزع كهرباء على الضفيره كلها، تمام؟ من الطرف الاسود ساده ده بدي طرف للكتله اليمين اللي بيكون فيها زرار المارش. الطرف اللي بيخش للكتله اليمين اللي هو اسود ساده بيوزع معايا لزرار النور العالي والنور الواطي وزرار المارش ومكنه الستوب اللي بتكون في المقبض، تمام؟ يبقى كده عندي زرار المارش وصل له طرف كهرباء مباشر. بمجرد ما ادوس على زرار المارش بيطلع لي طرف تاني بتكون ماشيه فيه كهرباء، الطرف ده لونه اصفر بخط احمر، تمام؟ طرف لونه اصفر بخط احمر بيطلق طالع من زرار المارش. بمجرد انك انت تدوس على زرار المارش بيحول لك الكهرباء من الاسود ساده للاصفر بخط احمر. الطرف الاصفر بخط احمر بيمشي معايا هنا في الضفيره لورا، ما بيكونش مرتبط باي طرف تاني، هو بيبقى بادئ من الفيشه لحد فيشة لاجة المارش ورا.
تمام، بيجيبوا هنا الفيشة لاجت الورش ورا وبوصله مع الطرف اللي طالع من اللاجت اللي هو اصفر بخط احمر. يبقى انا كده جبت الكهرباء اللي هي بتشغل معايا لاجت المارش، واللي لاجت المارش بدوره بعد كده بيشغل لي المارش نفسه. تمام، يبقى ده اول طرف او اول توصيله من توصيلات لاجت المارش اللي هو الطرف الكهرباء الرئيسي اللي بيكون جاي من زرار المارش. بيطلع طرف اصفر بخط احمر بيمشي معايا في الضفيره لحد ما بيوصل للاجت المارش ورا او لفيشه لاجت المارش، وبعد كده بوصله مع الطرف اللي طالع من لاجت المارش اللي هو اصفر بخط احمر. تمام، يبقى كده تمام. طيب كده احنا وصلنا طرف الكهرباء، عايزين نوصل طرف الارضي. طرف الارضي بيوصل من فين؟ طرف الارض بيبدا معايا من الكتله الشمال اللي بيكون فيها زرار التلاكس. تمام، عندنا في الكتله الشمال بيكون فيه عباره عن حساس او سويتشايه هنا. تمام، السويتشايه دي بتكون مرتبطه بالارض بتاع المارش. ازاي يعني؟ لو المكن عندك مثلا واخد غيار، المفروض ان هي ما تدورش غير لما انت تمسك الدبرياج. طب بيحصل ازاي الكلام ده؟ هو قلنا ان في طرف ارضي اخضر ساده بيكون داخل الكتله اللي فيها زرار التلاكس عشان يغذي معايا زرار التلاكس ويغذي معايا السويتشايه اللي بتكون في مقبض الدبرياج او زرار الامانه اللي بيكون في مقبض الدبرياج. تمام، بدخل للسويتشايه دي طرف اخضر ساده اهو بالشكل ده، طرف اخضر ساده من الطرف اللي انا خدته للكتله. السويتشايه دي بتطلع لي طرف اخضر بخط احمر. تمام، طرف اخضر بخط احمر، بمجرد ان انا امسك الدبرياج السويتشايه دي بتوصل الطرفين مع بعض. يبقى كده الارضي بتاع لجنه المارش رجع معايا منين؟ من الكتله الشمال اللي بيكون فيها زرار التلاكس. بيرجع للطرف الاخضر بخط احمر، بيمشي معايا في الضفيره لحد ما بيوصل ورا. بيوصل ورا هنا فين؟ بيوصل ورا هنا لزرار او للاجت المارش اهو، الطرف الاخضر بخط احمر. بيبدا يمشي معايا من الكتله من السويتشايه، بينزل يمشي في الضفيره لحد ما بيوصل معايا لفيشه لاجت المارش ورا. ده كده الارضي بتاع لاجت المارش. يبقى كده الارضي والكهرباء بتوع لاجت المارش بيشتغلوا من خلال التحكم، ما بيشتغلوش مباشر زي باقي الضفيره. لا، الارضي والكهرباء انا بتحكم فيهم، بتحكم في الكهرباء من زرار المارش وبتحكم في الارضي من السويتشايه بتاعه الدبرياج. علشان كده في ناس بتشكي بيقول لك المكنه ما بترضاش تدور معايا على غيار غير لما امسك الدبرياج. دي وظيفه السويتشايه دي، عشان خاطر لو انت بتشغل من دايره الرمود والمكنه واخد غيار ما تقعش المكنه، لا مش هترضى تشغل غير لما انت تمسك الدبرياج. تمام، يبقى احنا كده عرفنا الطرفين دول اللي رايحين للاجت المارش، اصفر بخط احمر واخضر بخط احمر، بيكون طرف الكهرباء جاي من زرار المارش والطرف الارضي من السويتشاي اللي موجوده في مقبض الدبرياج. طيب لو المكنه معايا منوره ومش واخده اي غيارات، بدوس على المارش، المارش بيشتغل. طيب الارضي كده وصل من فين؟ ما احنا قلنا الارضي بيتاخد من السويتشاي اللي في المقبض. طيب هي متوره، الارض وصل من فين؟ ما ببقاش ماسك الدبرياش عشان السويتشات توصل الارض، ببقى سايب الدبرياش وبشغل مارش المكنه بتشتغل ساعه ما بتكون مموره. هنيجي هنا على الخط اللي هو اخضر بطرف احمر، هنبص في الضفيره هنلاقيه مرتبط بالسويتشايه اللي بتكون من ورا، او الديود او فرده السيلكون او القطعه المربع اللي بتكون في الضفيره من ورا. القطعه المربع دي عباره عن فرده سيلكون توصل الارضي من طرف لطرف، ولكن ما بترجعهوش. يعني انا لو وصلت لها ارضي من الطرف اللي هو البامب ده هو، هتطلع لي ارضي في الطرف اللي هو اخضر بخط احمر. لو جيت عكست ووصلت الطرف الاخضر بخط احمر كهرباء عشان اخده من هنا، مش هتشتغل معايا، بتعدي الكهرباء من ناحيه وما بترجعهاش تاني. دي وظيفه السويتشايه دي. طب السويتشايه دي بتكون متوصله فين؟ السويتشايه دي بتكون متوصله مع السلكه بتاعت لمبه التمويره. تمام، لمضة التمويرة اللي بتكون معايا في العداد بتشتغل على الطرف الأرضي، بيبقى واصل لها كهرباء مباشر من السلك الأسود اللي بيوزع على الضفيرة، والأرضي بيبقى جاي من حساس الغيارات اللي بيكون تحت الجنزير. السلكة دي لونها بامبي بخط أحمر، دي سلكة التمويرة اللي بتشغل معايا اللمضة الخضراء بتاعت التمويرة. أول ما أنا بجيب المكنة على التمويرة، بالتالي الطرف ده بيجيب أرضي من الحساس اللي هو جاي من فين؟ من تحت الجنزير، بيبقى ماشي فيه أرضي. باخد منه طرف ارضي بوصله للطرف الارضي اللي هو رايح للاجت المارش اللي هو الاخضر بخط احمر من خلال السويتشايه دي. يعني بيعدي على السويتشايه دي وبعد كده بيخش على الطرف الاخضر بخط احمر. عشان كده المكنه بتشتغل معايا هي ومتموره من غير ما نمسك الدبرياج، لكن بمجرد ان انا ادي المكنه غيار كده الارضي فصل عن السويتشايه دي.
تمام، ومحتاج ان انا اوصل الارض من عند الحساس، فبمسك الدبريش عشان المكنة تدور معايا. طيب هم عاملين لي السويتشيه دي، ما وصلهمش ليه مباشر؟ ما وصلهمش مباشر عشان اول ما انت حضرتك تكون المكنه واخده غيار وتمسك الدبرياش، تمسك الدبرياش كده انت وصلت الارض للطرف اللي هو رايح للاجهة المارش. فبالتالي دي لو اتوصلت مباشر هتشغل معاك لمبه التمويره بمجرد انك انت تمسك الدبرياش، تمسك الدبرياش تلاقي لمبه التمويره اشتغلت. فتيجي هنا الفايده بتاعت فرده السيليكون دي، بتمنع العمليه دي، تمام، بتوصل الكهرباء من طرف لمبه التمويره لطرف الارضي اللي لاجهة المرش، وما بترجعهوش تاني. عشان كده بتمسك الدبرياش ما بتشتغلش معاك لمبه التمويره. اما دي لو مش موجوده وموصلها مباشر، بمجرد انك انت هتمسك الدبرياش هتلاقي لمبه التمويره اشتغلت معاك في العداد حتى لو المكنه واخده غيار، تمام. دي كل دايره تشغيل المرش بكل سهوله وبكل بساطه، دايره بسيطه جدا ومفهومه ما فيهاش اي تعقيدات، خصوصا ان الناس كتير بتسال على السويتشيه دي ايه فايدتها وايه وظيفتها. دي وظيفتها زي ما انا قلت لك، تمام، عشان خاطر وظيفتها، عشان زي ما انا قلت لك بتوصل ارضي من سلك لمبه التمويره لسلك الارض بتاع لاجت المرش. اول ما المكنه بتكون متموره تلقائي كده بتوصل له ارضي، بتدي غيار الارض بيفصل عنها، فبتحتاج انك انت تمسك الدبرياش عشان المرش معاك بيشتغل، تمام. في بعض الناس بنلاقيها او في بعض الموتوسيكلات بنلاقيه موصل الطرف الارضي ده مباشر من البطاريه او من جسم المكنه، ولغى الطرف اللي جاي من الضفيره كده، هو لغى السويتشيه اللي قدام ولغى الطرف ده خالص ووصل مباشر. المكنه واخده غيار هتدور، ما واخدهاش غيار هتدور، مسكت الدبرياش هتدور، ما مسكتهوش هتدور، لان هو لغى السويتشيه بتاعت الحمايه دي من قدام، تمام. الدائره دي طبعا بيحصل فيها اعطال كتير، ان شاء الله هنبقى نتناولها بالشرح في فيديو تاني، ولكن احنا النهارده شرحنا دايره المارش وعرفنا الدايره بتشتغل ازاي والمارش اليه عمله بيشتغل ازاي. وزي ما قلت لك المارش مش زي اي حاجه في الضفيره، بيحتاج لفولت عالي من الكهرباء وفولت عالي من الارض، فعشان كده بتكون متوصل بكابل تخين الكهرباء بتاعته، والارض بتاعه بيكون متوصل بكابل تخين من خلال البطاريه. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم وقدرت اقدم لكم المعلومه بشكل صحيح وقدرت افيدكم. ولو في اي استفسار او اي حاجه مش واضحه في الشرح بتاع النهارده اكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله نحاول نوضحه اكتر من كده. بكده اكون وصلت معاك لنهايه الفيديو، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.